أنهى صلح قبلي قضية قتل بين أسرتين من بني الوابشي وبني التويتي بمديرية يريم في محافظة إب. العفو عند المقدرة من الصفات التي تميز اليمنيين عن غيرهم في الكثير من القضايا ومنها الثار، ففي عزلة بني منبه بمحافظة إب نجحت وساطة قبلية في إنهاء قضية ثار بين آل التويتي وآل خالص في قرية سنب بعد 12 عاما من الاقتتال والخوف. اليوم انتهت المشكلة وتم الصلح والتصالح بينهم وبدأوا صفحة جديدة والحمد لله رب العالمين. الوساطة التي قادها الشيخ عبد القوي عامر والخيرون من المنطقة ألزمت أهالي الجاني بإحضار إلى ساحة القصاص، فما كان من أولياء الدم إلا أن بادروا بالعفو والصفح عنه امتثالا لقوله تعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول لكم التويتي احنا عافين عفو مطلق على ما جرى، وقد جيتوا ما تجيبه قبائل اليمن، وإحنا طارحين أحمد حسين التويتي للمنطقة كاملة، وهو البني خالص والبني عويدين وللدخلة والمنطقة كاملة وللشيخ يعني بني منبه كاملة، وهو قلّة وقعشة والرهاجي ومن حضر عفو مطلق لا به لا عوجا ولا إقدا. امتزج الدموع الفرح والحزن إيمانا من كل الأطراف بأهمية التفرق لمواجهة العدو الحقيقي الذي يقتل ويدمر ويستبيح كرامة الأرض والإنسان منذ عامين بقيادة السعودية. نشكر كل من سعى وكل من بذل جهده وسعى لإصلاح ذات البين أو حل مشكلة بين أصحابه، فنحن الجميع أخوة وأبناء وطن واحد، وعلينا جميعا أن نحل مشاكلنا وننهي خلافاتنا لنكون صفا واحدا ويدا واحدة لمواجهة هذا العدوان الذي يقتلنا جميعا. السلطة المحلية في إب ومشايخ ووجهاء المنطقة أكدوا عزمهم على لم الشمل ونسيان الماضي من أجل التصالح والتسامح وتسخير جهود الرجال لرفض الجبهات ضد الغازي المعتدي الذي يسعى لفرض الوصاية على شعب لا يؤمن بالهزيمة والانكسار مهما كانت التضحيات. لقناة اليمن اليوم، سمير المسكري.